بديت في 2012، بديت كنكسب يعني الدراري تنجمعو بحال هكا وكنكسبو وكذا. في 2017 بديت كنسجل في الاستوديو، صافي بديت كنسجل وكنلوح في لاشين، واحد الدري صاحبي هو اللي مكلب لاشين تنعطيوه شي لوح. راه فاش بدينا كان القبول، كان شي واحد لاشين ضربت لي شات 3000 ابوني، هو يديها لي واحد الدري وليت عاود تعاني لاشين واحد اخرى. شنو الاستفاده ديال المجال الراب؟ الحب ديال الناس، تقدر تلقى واحد 1% شي يبغيك راه تحس بالفرحه وكتحس كتكون مرتاحه، انا كتكون كتقدم شي حاجه زوينه. شنو الكلمات اللي كتخصها الراب؟ كندوي على كلش، كندوي على الدرويش، كندوي على شي البلية، كندوي على الوالدة، يعني على أي حاجة. الحالي اللي كتبتيها وغنيتيها وعجباتك؟ ساروشي نحل كاع القفولة، ساروشي نحل كاع القفولة، كجامي ضربوا في كبسولة، هاد الحياة كسولة بغيت نسيلي بسلاحي داروا لي قنبولة. الأمنية ديالي هو نوصل بعد الراب ونفرح الوالدة اللي عندي. ما كاينش شي واحد اللي كيعاونك في المجال، كتمشي تسجل في الاستوديو الا ما كانش كيعرفك ولا زدتي ليه مورا الخلاص ما غاديش يريق لك شي حاجه مزيانه. اون فوا الا كان هو كيغني شي هو راه تيريق لراسو وما يريق لكش انت. كتبان لك المدينه واش فيها شي؟ كاينين شي دراري عندهم ما يقولوا بحال ماجد راي، بحال كاينين بزاف ديال الدراري عندهم ما يقولوا. بالنسبه لك الشباب اللي موهبين بالموسيقى يقدروا يزيدوا قدامهم هذا المدينه؟ يقدروا، كل واحد وسميتو والجهد اللي كيعطي في الموسيقى، كل واحد والخدمه ديالو. اذا كان كيخدم مزيان راه غيوصل، ما كانش كيخدم مزيان راه سي نورمال غادي يبقى اللور. شي مغني كيعجبك ولا تبغي تسمع ديال ماجد؟ ديدين كلاش. ها؟ واش خسرتي بالضبط؟ هو شي عنده مواضيع زوينين، خا هو جزائري عنده شي مواضيع زوينين. يحصل لي الشرف انني نتلاقى شي نهار وندير معاه شي دي. كل واحد الله يعفو عليه، هذيك الطريق ما شادهمش، ديك الطريق راه تشمرد الميمتش هي الاولى، عاد كتشمرد راسك تبقى الميمتش تبعك البلية، وتقدر هادي ما يكونش عندك الفلوس هادي تضربها. فهمشي اللهم بنادم يعطي واحد الحاجز بينه وبين البلية بقاش يقر. كيردوا بنادم يعني كيصرخ، كيردوا بنادم كيضرب والديه، بزاف ديال الحوايج يعني خصو ضروري هيكمي يضرب الزلطه وبيخه. الا خيرناك ما بين الراي والراب شنو تختار؟ اخي الراب. الراب حيت الراب انا فاش بديت في الراب، حيت انا الراي ما ديش ننقز شي حاجه ما كنعرفلاش، بديت بالراب فانسالي بالراب. يعني واش الراي يعني صعيب عليك مثلا؟ لا ماشي صعيب عليا، انا كنبغي الراب صافي مشيت في الراب. الميدان واحد اخر؟ لا ما كاينش. الكلمه الاخيره كنشكر الناس اللي كيبغيوني، وكنشكرك انت الاول خي عزيز، والناس اللي كيبغيوني وحتى اللي ما كيبغيونيش حتى هما كنشكرهم. كنقول لهم يدخلوا يديروا ابوني ميستر جوان، دخلوا ابوني يبارطاجيو ويديروا لايك وشكرا وديما الجديد. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.